كان عندك نظره للماضي سردنا فيها كده شويه تفاصيل، وكان عندك نظره للمستقبل انك افترضتي انه هيكون في كذا وكذا وكذا، وافتراضاتك وارده جدا انها تحصل زي ما قلت لك. انا ما بقتش بتفاجئ خلاص من التكنولوجي. الحاضر ذكرتيه ازاي؟ الحاضر نورتي الدنيا فيه ازاي؟ شكله ايه كان الحاضر في الكتاب؟ الحاضر انا اتخصيت قصه اسمها حبال دايبه وقصه اخرى يبقى للعطاء حدود. ايه حبال دايبه بقى دي؟ حبال دايبه هي كانت بتتكلم عايزين عن امل، ادينا امل. انا حاسه ان حبال دايبه دي هي لا، هي بتتكلم عن الجواز المدني يعني. ف بتتكلم عن قصه ثانيه خالص. بتتكلم عن قضيه كبيره. اما يبقى للعطاء حدود اللي هي جدار عازل، دي تم استلهامها برضو من مقولة ابن عطاء السكندري اللي بيقول فيها ربما أعطاء يعني كان المنع عين العطاء، يعني أحيانا المنع بيكون من ربنا هو عين العطاء. أن أنت تكملي في علاقة ما. وأنا خصيت بيها المرأة، يعني القصة دي خصيت بيها المرأة، وقد ايه ان هي بتضحي، وقد ايه ان هي بتقدم، بيمنع عننا اللي هو شايفه مش خير لينا، وبيبقى انقاذ من ربنا ساعتها. ايوه بالظبط كده. فكان لازم اذكر فيها المراه لوجودها طبعا وتضحياتها الموجوده في المجتمع، وان اي علاقه قايمه ان هي بتكون وين وين. ما ينفعش ان انا ادي وما اخدش طبعا، وما ينفعش ان انا افضل ادي ادي واضحي اضحي من غير ما التضحيه دي يكون فيها مقابل. اكيد لازم لكل شيء يكون فيه مقابل. ولو ما فيش مقابل يبقى في تقدير على الاقل للي بتعمل. بالتاكيد على الاقل، يعني لو مش هقدر اعمل زي ما اللي قدامي بيعمل، على الاقل اقدر اللي بيعمله. بالظبط كده. فهي كانت تقدير للمراه. حتى انا اهديتها لكل النساء والسيدات والفتيات، وان ممكن تكون علاقه هي بدايه جديده لحياه اجمل واحلى يعني. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي انا ذكرتها، يعني ليها علاقه بالحاضر. بالظبط كده. ليها علاقه بالحاضر، وليها علاقه بدور المراه، لان هي المراه مش نصف المجتمع من وجهه نظري، بل اللي هي كل المجتمع. حقيقي حقيقي طبعا. هي الام والاخت والبنت وكل حاجه، هي كل المجتمع. بالظبط طبعا كده. طبعا.